السلام عليكم، معكم أم الشهد من جروب إبداعي كي تنجحي مع القائدة صالحة والقائدة إيمان. والله درت دابا يومي وعجبتني المشا ديالي. أنا كنت نسحبو غسول، من بعد عاد عرفتو جيل يعني كتستعمل مي كتغسلي وجهك كتستعمليه وتخليه فعل الوجه ما كتغسليش. غزالة البنات، هذا غزالة. هذا كنصح أي بنت يكون عندها، كيقاد البشره مزيان، كيدير لها المسامات ما كيبقاوش واسعين بزاف، كترجع البشره رطبه وزبيونه. غزاله غزاله، ها هو انا استعملته، وهذا يلا هدي استعملته جوج مرات وعجبني، عجبني بزاف غزال. وقلت انا نصور لكم الشهاده ديالي ونصحكم بها البنات. وهاد الشهر شهر 10 فيه برومو، يعني 29% 29 درهم، سمحوا لي 50% ناقصه. وزال اللي بتخرجوا كديروا على وجهك وما كتغسليش، كدير على وجهك تخليه على وجهك يبقى يعني من جوج المرات حتى لخمسة المرات. علاش ديري خمسة المرات؟ على قبل الوضوء الا توضيتي وعاوتاني تغسلي وجهك بالماء، ممكن ديريه تاني من وراء هذا، من وراء صلاتك، من وراء الوضوء. انا دارو ليه من جوج، كنقول علاش جوج وخمسة المرات. انا من استعملته نهار الاول قلت علاش قالوا خمسة المرات، لان كتوضي تقدر توضي خمسة المرات يعني تستعمليه، ما عنده حتى شي ضرر قد ما عنده منفعه على البشره. غزال انا سمعت البنات قبل دواو عليه شي داروا رجلو، قالت لك التشققات والرجل ما كتبقاش ناشفه، كتولي رطبه وزوينه، كيرطب الرجلين. انا درته على وجهي غزال، هذا الجسم كامل ماشي غير الوجه. كنصح به كل مرأة وكل بنت تاخذ هاد جيت فريش، رائع رائع رائع. انا كون ما عجبني ما غنديرش عليه فيديو، والله ما ندير فيديو بزاف لي برودوي زوينين عند ماي واي، ولكن هذا حمقني، هذا نتيجته ما نعاود لكمش. بشرتي كيولات تاع الوجه كانت بحال عيانه، بحال المسامات كيبانوا لك واسعين فيها بزاف، كيبان لك بحال شي مبور شعر ما تكي دايره. دابا ولات بحال ديال البيبي رطبه. هذه قلت لك غير يومين يعني، الا كملت هذه ان شاء الله انا غنكوموندي على وحده اخرى، نخليها سكور عندي احتياط، لا تقالت لي يدي نلقى الاخرى، لان كاين برومو فيها تقدر تطلع الثمن ديالها. شكرا ماي واي، شكرا على هذه المنتوجات الرائعه ديالك ماي واي.